بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نواف خالد العبد المحسن السيف، طالب هندسة في إدارة الإنشاءات ورئيس النادي السعودي في جامعة كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي فريزنو. أولا، الجامعة رائدة وأكبر الداعمين الاقتصاديين للمقاطعة، ومدينة فريزنو خامس أكبر مدن الولاية الذهبية كاليفورنيا. ثانيا، الحمد لله أنا في جامعة لديها ما يقارب 30 عام في خدمة الطلاب الدوليين، وهي على مستوى عالي من الوعي والتعامل مع جميع ما يعيق الطلاب الدوليين لتحقيق أهدافهم وأبراز مواهبهم العلمية والاجتماعية والقيادية. وفي الختام، هنا جامعة فريزنو ستيت لديها البيئة المناسبة للطموحات الشبابية والمبادرات الاجتماعية، وعلى ذلك فالجامعة وفرت لنا الكثير من النجاحات من خلال التنوع والتميز والاكتشاف، لنكون قادة ومتعلمين ومثقفين، وكل ذلك لبناء جيل واعي يعتمد عليه في تحقيق وبناء مستقبل أفضل. فشكرا لوطني السعودي الغالي أن أتاح لي الفرصة في هذا الفيديو أن أعبر عن امتناني وأن أنقل فيه بعض ما يخارج قلوب زملائي. شكرا لكم.